اهلا لاباس، اكو ملاح بخير. هذيك بلا كي ما مشي لاصقينا. راني 15 سنه حوالي هكذا كنا نشتغل في ميدان الخشب. الاختصاص تاعي في ميدان الخشب هو الاسترجاع، اسمها لا ريكوبيراسيون. ناخذ لي شوت هادو اللي يطيحوا الصغار هادو اللي هما ما يستعملوهمش، وانا نخدم بهم اشغال نفعيه للمنزل ولا للديكور للزينه. دونك هادو مسائل تاع المطبخ تاع الكوزينه، يحطوا عليه حاجه سخونه، هي مواد نفعيه في نفس الوقت هي ديكور. حوالي شوف العمل اليدوي هذا ما نقدروش نقيمه، انا حسبت حوالي هذا الشكل هذا باش